السلام عليكم ورحمة الله. أنا حسن البشر من السودان. جيت مصر في 2019 وقدمتها في المفوضية السامية لحقوق اللاجئين، وكان الموعد بتاعي الأول الانترفيو كان في مارس 2020، وبسبب كورونا ما قدرت أمشي أعمل الانترفيو لأنه المكتب كان مقفول. اتصلت على المفوضية وكلمتهم بالحاصل، قالوا لي خلاص احنا هنقوم نعمل ترتيب لكل الناس الموعدهم وقع في كورونا، وهنتصل عليكم ان شاء الله في القريب العاجل. اتصلت انتظرت شهرين ثلاثة ما دقوا لي. تاني اتصلت عليهم نبهتهم برضو بيقولوا لي اصبر، يعني كل ما اتصل عليهم بيقولوا لي اصبر اصبر اصبر. يعني الان لحد من 2019 لحد الان 2021 في شهر نهاية يونيو، انا فقط معايا القسيمة، بس القسيمة والفورمة، يعني ما عندي كريت، ما عندي اي، انا ما عندي اقامه. انا قاعد بصوره illegally، يعني معرض لاعتقال، معرض لاي مشاكل كثيره جدا جدا. وكل ما اتصل على المفوضيه يقول لي اصبر، في حين انه في ناس الان بيجوا يقدموا تقديم جديد في خلال شهر بيدوم الكريت، بيعملوا المقابله، بيعملوا الانترفيو. ايش معنى انا ما اعمل انترفيو من 2019 لحد 2021 ما اعمل مقابله، يكون معي فقط القسيمه؟ دي مشكله صعبه. المفوضيه مطلع ارقام كثيره جدا جدا، تتصل عليهم الرقم ما بخش معك، ولو خش ما بيردوا لك. يعني المفوضيه في اهمال تام للاجئين، في اهمال تام للاجئين، في تهميش لقضايا اللاجئين. نحن قضيتنا قضيه عادله وجينا مصر عشان نلقى الانصاف والعدل والحقوق، لكن المفوضيه يعني ما شغاله بامرنا ولا فاضيه لنا ولا بتنظر لامرنا ولا لقضيتنا العادله. انا بتمنى انه قضيتنا مشكلتنا تتحل، بتمنى انه يتم حل مشكلتنا ولو ترحيلنا خارج مصر. بتمنى انه منظمات حقوق الانسان والمجتمع الدولي والامم المتحده يتدخلوا في هذه لحل هذه القضيه، قضيه اللاجئين العادله. السلام عليكم.